العنب، الخوخ، الشهدية بلدية، الخوخ بلدي، البنان، السويلة، البطيخ، داكشي السبوي ديال السلعة المليح كله وثمنها. البطيخ 6 درهم، السويلة 6 درهم، راه السوق حاجة زوينة، الشهدية 15 درهم، الخوخ 20، الخوخ ديال الدوميل، السلعة ديال الدوميل مليح، ديال الدوميل مليح، فيرما ديال الدوميل، حاجة مليح دايرة الثمن. الخوخ كنجيبوه ب 16 درهم مليح، 20 درهم 23، شوية شوية وين كاين المليح، هذا الثمن. الخوخ راه داير المليح داير 17 درهم، والشاي ديال المليح داير 17 درهم في الكرو، ولا بغيتي المليح حاجة عيانة، وشوية ذاك كاين الثمن، شوية ناقصة راه بثمنها، وين المليح داير الثمن، كاين السلعة ديال الزنايبر وديال الدوميل مليح داير الثمن. هذا الكرمز مليح ديال دكالة، ديال دكالة حاجة زوينة، كاين المليح. كتجيبو كتجيبو مليح ب 15، ذاك الكحل نجيبو ب 18 درهم، تبيع ب 20 23، وين المليح؟ كنجيبو راه السوق، والبياض كنجيبوه ب 10 درهم، نبيعو ب 12 درهم 13 درهم، العنب كنجيبوه ب 14 درهم، مليح، شي حاجة زوينة. كاين الكرموس، وكاين الكرموس، وكاين العنب، كاين الشهدية، كاين الخوخ، كاين المهايا، وكاين السويهلة. ديسي المليح غالي، راه شوية شوية ملطومة وعيانة رخيصة، وين السبير ديال السوق ديال المليح، مليح ديال الثمن، خصنا حنا عندنا كليان زوينين، لما كان المليح ما نجيبوه. الفروتة كلشي خارج، ما كاينش حاجة لما خارج، عا السليسة طويلة باقا دايرة 40 درهم، باقا غالية، السليسة ديال المكناس غالية، أنا نبيع 40 درهم، وهذا العلم داير من 12 حتى 20، موسكا مليح. كديرت لها زوينة ديال الثمن هنا تتفاد قادها وتكل على الله. السلع عيانة راه كي تباع داوش بلاصة بعيدة رخيصة كيدو، هادي المليح كيدو ما يل الحوان، وحنا عندنا كليان زوينة خصنا نجيبو المليح. البنان المليح ديال برا، البنان داير اليوم 17 درهم في المارشي في الكرو، كنبيعو هنا ب 18 19 20،